كل عام وانتم بخير. الثلاثة القادم باذن الله الاسبوع الاول من الدوري المصري، انطلاقة موسم 2022-2023. وبهذه المناسبة السعيدة بدعو كل اللي معملش سبسكرايب في الشانل يعمل ويفعل الجرس ويعمل لايك للفيديو. قناتنا بتدعم انديتنا الجماهيرية عصب الكورة المصرية. الحاج عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بيفرج عن مواعيد الأسبوع الأول من الدوري المصري. كل عام وأنتم بخير. الثلاثة الجاي بإذن الله انطلاقة الموسم الأسبوع الأول من الدوري المصري بمباراة البنك الأهلي وفاركو على استاد بترو سبورت الساعة 3:00 عصرا. عندنا برضو يوم الثلاث 18:10 مباراة أسوان والاتحاد السكندري، هتكون على استاد أسوان الساعة 5:00. ويوم الثلاث أيضا 18:10 مباراة المصري البورسعيدي أمام سيراميكا كيلوباترا في استاد الجيش ببرج العرب في الساعة 7:00 مساء. وهنا هنتكلم شوية عن مباراة النادي المصري. النادي المصري كان حدث ملعبين لربطة الأندية علشان يكونوا هما الملاعب الخاصة باستضافة مباريات النادي المصري في الموسم الجديد. نادي المصري البورسعيدي كان حدد ملعب استاد هيئة قناة السويس، ولو منفعش يبقى استاد الجيش بالسويس. لكن نادي المصري فوجئ ان رابطة الاندية بتختار ملعب حسب كلام مسؤولي النادي المصري، نادي المصري ما حطوش في الاختيارات وهو ملعب برج العرب. لكن رابطة الاندية ردت وقالت ان حتى الان الموافقات الامنية ما جاتش علشان استاد قناة السويس ولا ايضا الاستاد في السويس، وبالتالي الملعب الوحيد اللي المصري البورسعيدي عنده موافقة امنية للعب عليه في الفترة المقبلة هو استاد برج العرب. لو حصل وجات موافقة من مديرية امن اسماعيلية او مديرية امن السويس بخصوص استضافة مباراة المصري البورسعيدي قبل المباراة ب 48 ساعة هيتم نقل المباراة، مفيش اي مشكلة. ودي يعني رابطة الاندية حلت الازمة من البداية قبل ما تتفاقم بحمد الله. يوم الاربع عندنا مباراة انبي وبيراميدز اف سي على استاد بترو سبورت الساعة 5:00 مساء. استاد بترو سبورت السنة دي مش هيقدر يستضيف جماهير علشان الاحتياطات او علشان التعليمات الامنية. عندنا مباراة الاسماعيلي والنادي الاهلي كلاسيكو الاسبوع الاول من الدوري المصري على استاد الجيش ببرج العرب، المباراة هتكون باذن الله في الساعة 5:00 مساء. عندنا ايضا مباراة الزمالك وسموحة على استاد المقاولين العرب الساعة 7:00 مساء. نادي الزمالك من المفترض ان هيلعب مبارياته على ملعب استاد القاهرة كما هو معتاد، لكن استاد القاهرة في الفترة دي في اصلاحات، بيبقى فيه تغيير البذرة بتاعت النجيلة، البذرة الصيفية والبذرة الشتوية، وبالتالي الملعب لسه مش جاهز لاستضافة مباريات نادي الزمالك. فبالتالي المباراة هتقام على ملعب المقاولون العرب عثمان احمد عثمان بالجبل الاخضر. عندنا يوم الخميس 20:10 مباراة المقاولين وغزل المحلة على استاد المقاولين العرب في الساعة 3:00 مساء. عندنا ان شاء الله ايضا حرس الحدود وفيوتشر اف سي على استاد حرس الحدود بالاسكندرية الساعة 5:00 عصرا. وتختتم مباريات الجودة بمباراة الداخلية وطلائع الجيش على استاد جهاز الرياضة العسكري الساعة 7:00 مساء. وده بعد رفض الاندية ورفض كمان الامن ان المباريات تقام على ملعب استاد الشرطة بالعباسية، ده بخصوص طبعا مباريات نادي الداخلية. المدير الفني زوران مانولوفيتش المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري تقريبا توصل للتشكيل الاساسي اللي هيلعب بيه نادي الاتحاد السكندري في اولى مبارياته قدام نادي اسوان. مهدي سليمان في حراسة المرمى، خط الدفاع محمود علاء، والاقرب حتى الان المساك التاني هيكون خالد صبحي، في اليمين هشام صلاح، في الشمال احد الاثنين يا صبري رحيل يا السيد سالم. خط النص هيكون الوافد الجديد من نادي الجونة ناصر ناصر ومعاه خالد الغندور ومروان عطية، في اليمين هيكون ابراهيم حسن اللي نادي الاتحاد السكندري فعل بند الشراء بتاعه من نادي بيراميدز وهيلعب لنادي الاتحاد السكندري 3 مواسم قادمة، وفي الشمال هيكون
احمد عادل ميسي نجم الفريق الموسم الماضي، وفي المقدمه هيكون احد الثنائي ياما بولولو الانجولي يا النيجيري المميز اللي انضم لنادي الاتحاد السكندري هذا الموسم في صفقه انتقال حر من نادي المصري البورسعيدي المهاجم النيجيري المميز اوستن اموتو. وان كنت اعتقد ان مانولوفيتش هيبدا في البدايه بمابولولو هداف نادي الاتحاد السكندري الموسم الماضي، وعلى فكره مابولولو هو كان هداف الدوري المصري من اللعب المفتوح اذا استبعدنا ركلات الجزاء. نادي الاسماعيلي في راحه من التدريبات اليوم السبت، وباذن الله الفريق هيرجع من جديد للتدريبات يوم الاحد القادم استعدادا لمباراه الاهلي في الجوله الاولى من الدوري المصري يوم الاربعاء القادم. حتى الان البطاقه الدوليه لياو انور المهاجم التوجولي وصلت بحمد الله، البطاقه الدوليه لعبد القادر كوليبالي المهاجم الايفواري وصلت بحمد الله ايضا، وصلت البطاقه الدوليه للاعب التونسي نور الزمان الزموري، وفي انتظار وصول بطاقه حمد النقاز. مش هيتبقى غير فراس شواط اللي النادي الاسماعيلي طلب بطاقه مؤقته ليه لرفض الاتحاد التونسي ارسال البطاقه الدوليه للاعب بسبب فسخه لتعاقده مع نادي الصفاقسي التونسي من طرف واحد. الاهلي اليوم باذن الله هيلعب مباراه العوده قدام الاتحاد المنستيري التونسي، مباراه الذهاب انتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 1-0، مباراه العوده النادي الاهلي هياخدها باذن الله غالبا بنفس التشكيل اللي خاض بيه مباراه الذهاب. المدير الفني السويسري مارسيل كولر بيحاول يوصل للتوليفه المناسبه لفريق النادي الاهلي قبل الدخول في المرحله الصعبه المقبله اللي هيكون فيها مباريات كثيره في الدوري المصري وفي دوري ابطال افريقيا. بعد كده هيكون عندنا باذن الله في فتره التوقف بتاع كاس العالم 4 مباريات هنلعبها من الدوري المصري زائد مباريات كأس الرابطة وكأس مصر، ربنا يكون في عون الجميع. نادي الزمالك قدر ان هو يفوز على فلامبو البروندي في مباراتي الذهاب والعودة اللي اقيموا في مصر في الذهاب بنتيجة 1-0 بهدف حسام عبد المجيد، وفي مباراة العودة استطاع ان هو يفوز بخماسية مقابل هدف نظيف النجم احمد سيد زيزو استطاع ان هو يحرز هاتريك. ابراهيم انداي المهاجم السنغالي احرز اول اهدافه مع نادي الزمالك بعد انضمامه للفريق هذا الموسم، واختتم الخماسيه يوسف اسامه نبيه لاعب الفريق الصاعد اعتقد ايضا اول اهدافه مع نادي الزمالك من وقت تصعيده من قطاع الناشئين. بالتوفيق لنادي الزمالك الفتره المقبله. الفريق ظهر بشكل افضل في مباراه العوده من مباراه الذهاب، وان كان في بعض الدفوهات الدفاعيه الخطيره اللي اعتقد ان مستر جوسفالدو فيريرا هيعمل على حلها الفتره المقبله، لان طبعا بدايات الدوري المصري بتكون مهمه جدا 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 في معرفه مصير الفريق ومستقبله في جدول الدوري. ومن البدايه كده هنقدر نقول بعد مرور 5 أو 6 جولات مين الفرق اللي داخله على المنافسة بشكل جدي هذا الموسم ومين الفرق اللي ممكن تريح شوية. لو لسه ما عملتش سبسكرايب في القناه ما تنساش تشرفنا تعمل، ما تنساش تفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو، ودائما وابدا انديتنا الجماهيريه ستبقى اولا وفوق الجميع مهما كرهها الكارهون. شكرا ليكم، سلام عليكم.